بثلاثة ورقات الكنز الرباني اللي موجود في كل بيت وانت ما بتعرفيش فبها ثلاثة ورقات من ورقات النعناع اختي غادي يخلصوك نهائيا وللأبد من تجعيد مهما كانت مستحيلة وعنيدة ومهما كانت قوية وجبارة غادي تزول لك تجعيد الجبهة تجاعيد الوجه تجاعيد الفم غادي تخلي الوجيه ديالك اصغر منك بعشرين سنه اقوى بوتوكس طبيعي في بيتك باوراق النعناع غادي يزول لك التصبغات ويوحد لك اللون ديال البشره وغادي يفتح لك البشره من اربع درجات الى ما فوق وغادي يخلي البشره ديالك زجاجيه منذ اول استعمال وغادي تندمي ندم عمرك اذا ما جربتيش هاد الوصفه فمهما كان حلمك مستحيل غادي ان شاء الله يتحقق بهاد ورقات من النعناع اللي الشكل ديالهم كيجي بحال هكا حبيباتي فهاد الوصفه الحاضره تعلم بها الغيبه وما تنساوناش من اللايكات ديالكم لهاد لا فيديو اللي موجودين في كل بيت يعني ورقات ما شاء الله عليهم معجزه في علاج التجاعيد العنيده والمستحيله فنتمنى البنات دعمونا باللايكات باش هذا الفيديو ان شاء الله يزيد ينتشر ويزيد يوصل عند معظم النساء كذلك البارطاج ديالكم الاشتراك ديالكم في القناه مع تفعلكم زر الجرس خلونا الاراء ديالكم على ود هاد المحلول اولا السيروم انا كنسميها البنات سيروم لعلاج التجاعيد وعلاج جميع المشاكل ديال البشره ان شاء الله فنتمنى حبيباتي دعمونا كما قلت لكم باللايك وتبارطاجيو لا فيديو وتشتركوا في القناه وعلى بركه الله غادي نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه وطريقة ديال التحضير ونبغي نقول لكم انه هذه الوصفه فيها غير النعناع فقط والماء ما فيهاش كثره المقادير ما فيهاش بزاف العناصر بالعكس سهله فداك علاش لك قلت لكم البنات حاولوا تشجعونا باللايكات وبارطاجيو هاد الفيديو باش ان شاء الله يوصل عند معظم النساء المهم هنايا عندي هذه الورقه النعناع من الاحسن يكونوا طازجين آه ما يكونوش يعني دبلانين ولا هذا فغنزيد انا كميه من اوراق النعناع باش ما كثرتو من النعناع الطازج باش مزيان وغادي ناخذ كميه ديال الماء العادي يعني الماء اللي ضفت راه ماء عادي ماشي ماء معدني ماشي شي نوعيه ديال الماء فعادي يعني ماء من الروبيني كتخدمي به وتضيفي ليه ورقه النعناع وتغلي كل شيء فوق نار مهيله ما بين خمسة ديال حتى ل دقيقه حتى كتغلي مزيان كتغير اللون النعناع كيتسلق واحد النسمه كتولي في الكوزينه بحال دايره معطره الجو النعناع اللهم بارك يعني بالمناسبه نبغي نقول لبنات اللي باغيين يبداو مشروع ديالهم راه هذا المشروع هو ابسط وانجح مشروع ومشروع اللي ما غيفشلش مشروع اللي ما غتخسريش فيه يعني حتى وان مثلا ما جبتيش الكليانات في المره الاولى ما غاديش تخسري فيه ما غاديش تضيعي فيه ما غاديش تكوني نفقتي عليه فلوس كثيره وغتضيعي لا يعني حتى مثلا الا بعتي غير خمسه ديال السيرومات ولا سته وبقات عندك الكميه الاخرى فما كتخسرش ما كتضيعيش فيها وما كتقامش عليك غاليه فاحسن بروجي تبداو ولا احسن منتوجات تبداو فيهم البنات هما السيرومات اللي ممكن تخدميهم غير من دارك وتبداي بشويه بشويه ان شاء الله حتى تكبروا البروجيات ديالكم والله يسر لكم اجمعين فهذا هو احسن اختيار نبغي هكذا نبغي نشاركوا معكم زوين اقتصادي واهم حاجه البنات انه رخيص فنتمنى حبيباتي كما كنقول لكم ديما تشجعونا باللايكات وبالبارطاج ديالكم وبالاشتراك ديالكم في القناه باش ان شاء الله يبقى يبقى لكم الجديد واي فيديو ان شاء الله نزلت يبقى يوصلكم المهم هنايا غادي نغلي هاد النعناع هذا مع داك الماء مزيان مزيان حتى كيغلي ومن بعد آه ندوزو للطريقه ديال التطبيق من طبيعه الحال هي شي حاجه مهمه وكذلك حتى البنات اللي غيبداو يبيعوا فغنشرح لكم الطريقه ديال ديال كيفاش ديروا لومبالاج وكيفاش تبيعوا وكيفاش كل شيء ان شاء الله غنشرحو معكم فاللهم يسر لكم اجمعين كل وحده باغا تبدا واحد تخطي واحد الخطوه فنشجعوها يا ربي ونزيدو بها القدم ان شاء الله فمن بعد ما كنوضعوا دوك الوريقات ديال النعناع اللي كيكونوا طازجين مع كميه ديال الماء في الكاسرون بحال هكا كما كتلاحظوا غير بالمهل حتى كيتسلق حتى كيتغير اللون والريحه كتولي تبارك الله تشميها منين ومنين يعني الريحه كتكون طازجه وزوينه وغزاله فداك الشيء علاش قلت لكم حبيباتي الحاضرة تعلم لينا الغيبه والغيبه هي اختي تعلم لينا الحاضره وما تنسوناش اهم حاجه من اللي لايك ديالكم باش هاد لا فيديو ان شاء الله كيزيد يوصل عند معظم من النساء وكتوصلهم المعلومه وحتى هما يستافدوا اختي من هاد الوصفات هادو الزوينين الاقتصاديين الرخاص كما قلت لكم دغيا دغيا البنات هانتوما كتاخذوا دوك النعناع بحال هكا وتبقاو تدوهم وتجيبوهم ما قلت سبق لي وذكرت يعني بالنسبه للبنات اللي باغيين يبداو بروجي ولا مشروع ديالهم فاحسن حاجه بداو بالسيرومات حتى تعرف الماركه ديالكم باش هكذا ما تضيعوش يعني خصوصا البنات اللي يلاه بادين مبتدئات فما عارفينش يعني مجال يلاه دخلوا عليه خصهم غير بشويه بشويه غير بالمهل ما يدخلوش مجهدين ما يدخلوش بفلوس اللي هي كثيره غير بشويه بشويه اختي حتى كنعرفوا كل خطوه فين كنخطوها كل مشي فين كنمشيوها عاد من بعد ممكن نفقوا واحد المبلغ كبير والله ما يسر لكم اجمعين يا ربي وبالنسبه لهذا السيروم هذا بزاف البنات نصحتهم يعني بيه واخا غير في الخاص واخا غير في لي وسبارك الله قالوا لي اختي سير الله يسهل عليك ولو دابا تبارك الله كيديروا سيرومات بانواع واشكال كاين اللي كدير اختي السيرومات بثلاثه ديال المكونات ربعه يعني وكيتباعوا ليها ما شاء الله اما هذا البنات اقتصادي وباش كيعجبني بدهنة وحده كيما البنات في لي فيديو راه كيما كيما كاينه النتيجه بدون مبالغه بدون زياده بدون نقصان آه كما قلت لكم البنات بدا هنا وحده كيمشيو دوك التجاعيد وكيغبروا فحال ما عمرهم كانوا آه كتعالج الترهلات التسبغات نمشيو للكلف الحبوب سيكاتريس لا تراس يعني اي عيب ولا اي مشكلة اختي كان في الوجه ديالك ولا العنيق ديالك فما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك كترجعي قرطاسه بالله في فحال ما عمره كان عندك حتى شي مشكل باذن الله غير كتري شويه ديال النعناع والنعناع اختي طازج خوديه زوين خوديه نوعيه مزيانه باش تخدمي هكذا السيرومات للناس وبشويه بشويه ان شاء الله راه كما قلت لكم حتى حد ما, ما, كي ما كي معروف ولا كيتزاد كي مشهور راه الحاجه كتجي غير بشويه بشويه علينا فالمهم هنايا كنحركو يعني ملي كنحسو بالماء بدا تيغلي شي شويه هانتوما يعني كتبداي هكذا يدي وتجيبي داك المحلول اولا هذاك الماء ها انتم حبيباتي شوفوا انا كنبقى معكم خطوه بخطوه باش كل يبان كما قلت لكم راه غير بشويه بشويه تكيتبدل داك اللون وكيتغير كما شفتوا هنايا راه تبارك الله شوفوا اللون كيفاش تغير شاء نتوما شفتوا البنات اللون شفتوا الغليه شفتوا النعناع تسلق بدا كيدبال شويه الريحه ما غتكونوش شميتوها ولكن ما شاء الله البنات اللي غيجربوها هما اللي غيعرفوني علاش كنهضر بالنسبه للريحه واحد النسمه معطره يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله فالمهم هنا مني كي ولي يعني الوصفه كتولي صافي واجده بهاد الخطوات اللي قلت لكم البسيطه كتطفيو النار والنار دائما تكون مهيله شوفوا اللون شوفوا واحد لابريونس ما شاء الله حبيباتي شوفوا الكميه اللي تعطاتني فبزاف كنا 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 البنات عندنا النعناع ولكن بزاف منا للاسف ما كنعرفوش السيرومات لا يش كينفعوا لا يش كيصلحوا اش كيعالجوا راه ما شاء الله البنات راه كنصاوب بزاف السيرومات اقتصاديين كنا بنات الشعب كنا ما كنا ما كنا بغينا نتهلاو في البشره ديالنا لا في الباديه لا في المدينه ولكن باقل تكلفه ماشي بمبالغ كبيره ماشي نمشيو الصالونات ماشي نديرو حقن ماشي نديرو البوتوكس ماشي نديرو الفيلر بالزباب الفلوس اختي لا وللاسف راه كيدوم غير مده 6 شهور هذاك الفيلر ولا البوتوكس وكيخص تعاودي تاني وتنفقي تاني ني يعني كتبقاي فهاد كما كنقولوا الدوامه كيبقاو دائما يحطوا الناس في هاد الدوامات باش دائما تبغي تباني شابه وتنفقي وتخسري فليسات كتضيعيهم للاسف نبانو زوينين نبانو شابات ولكن طبيعه الحال في المنزل ديالنا في البيوت ديالنا بلا تنقلات بلا ما نخسروا ان شاء الله حتى شي درهم فجربوها وردوا علينا حبيباتي فمن بعد حبيباتي ما غليت هذوك المكونات مزيان مزيان فوق النار آه يعني حتى كيطلقوا كي حتى كي داك النعناع حتى يطلق جميع الامتيازات ديالو فكتاخدي معايا واحد المصفات وغادي نصفيو هذاك آه المحلول بهالطريقة الطريقه هذه بحال هكا واش غادي تاخدي يا اختي واحد البخاخ هذا الا كنتي باغا تبيعي هاد السيرومات من الاحسن خدي منهم آه كميه كبيره وسيري عند اي عطار أه ولا عند اي جمال كيبيع بالجمله خدي من عنده هادو راه غيبيعهم لك ما بين جوج دراهم حتى الدرهم دراهم اما الا خديتيهم عند واحد تبيعهم او لا تبيع ويشري فيهم فغادي تاخذيهم ما بين ربعه حتى ربعه ديال الدراهم ونص مغربيه يعني غتاخذيهم بثمن شويه زايد اما لو كنتي غتخدمي غير اللي كانت يا اختي السيروم خدي غير قريعه ولا جوج كافيات وديري هنا واحد التيكيته من تصميمك وسيري اختي الله ييسر لكم اجمعين اما البنات اللي غيخدمو غير, غير ريوسهم فاختي ديري غير ورقه كاع عاديه عندك اللي ما عندك شي تيكيتا وصافي و... يعني و... باش عاقله من سيروم لانه كيتخلطوا السيرومات فللاسف ما كنبقاوش عاقلين اش من سيروم خدمنا به آه المهم حبيباتي هانتوما هذا هو السيروم باش يبان لكم كلشي وكتوضعي هذاك البخاخ تسدي بحال هكايا تحركيه وتبداي ترشي فين عندك تجاعيد برشه واحده فحال لي البنات كنتو كتكذبو برشة, برشه 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 في حلك كنتي كتكذبي سواء في وجهك عنقك هو خلوه تيبرد راه الا كان سخون راه يحرق لكم وجهكم الله يحفظ الله يحفظنا اجمعين آه فانا غنوريكم بحال هكا كتاخدي ال بحال هكايا وكتبدا يدهني هانتوما كتبداو تدهنو حتى كي حتى كتمتصو البشرة بحال هكايا تحل كتدهنوا تدهنوا 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 حتى كتمتصوا البشره ما كتخليش لكم قطره وحدة من بعد كيبقى كي غير واحد لابغيون سيبان واحد اللمعه كما كنقولوا حنا خفيفه كتبقى تبان بحال هكايا خفيفه فهادكشي اللي بغينا هاد البخاخ اولا هاد الرشاش كنديروه جوج مرات في النهار كنديروه ملي في الصباح مباشره وكنديروه في الليل ولكن ما نديروش ونخرجوا للشمس ديما نديروه مقوف في الدار كنا نخرجوا للشمس خصوصا في فصل الصيف نديروا الواقي الشمسي باش ما نتعرضوش للحراره باش وجه ديالنا ما يتشوتش ما يكحلش ما يسمرش الطريقه ديالي البنات اللي كندير انايا نتمنى حتى نتوما تحيدوا عليكم العجز وتجربوها راه معجزه ما شاء الله عليها اقتصاديه واهم حاجه انها رخيصه 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 بزاف بزاف فالمهم حبيباتي هادشي اللي كاين نتمنى هاد لا فيديو ينال ديالكم ينال الاعجاب ديالكم واهم حاجه حبيباتي ما تنساوناش من اللايكات لايكات 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 ديالكم راه باش ما كثرتو منهم انتوما شوفوا باش ما كثرتو من اللايكات ديالكم باش ما مزيان شوفوا واحد اللمعه وبمسحه وحده كيمشيو هذوك التجاعيد بحال لا كنتو كتكذبوا فاختي هذا هو المحلول المعجزه لعلاج التجاعيد التسبغات نمشيو لكلف الحبوب لا تراسيكاتريس اي مشكل كان عندك فعليكم بهذا المحلول الزوين والاقتصادي بالصحه والراحه وما تنساوناش من البارطاج وتشتركوا في القناه راه ديما جديد لكم الجديد ديما كنجيب لكم الجديد بالمناسبه راه ممكن مثلا تاخذي هذا البخاخ وتوضعي فيه مثلا وريقه ديال النعناع تكون طازجه جديده ديري ليه بحال هكايا وتسديه كتزيت هي البنات تطلق الفعاليه حركي عرفتو ما نعاودش لكم يا البنات ما نعاودش لكم كيفاش داير المحلول فعافاكم البنات ما تنساونيش من اللايكات باش هاد لا فيديو كيما قلت لكم يزيد يوصل عند مع عضم المتتبعات ديالي الوفيات هانتوما نتوما شوفوا وكدهنوا وكدهنوا اللهم بارك وبصحتكم وراحتكم وما تنسوناش من البارطاج كما قلنا الاشتراك تفعيل تفعيل لكم زر الجرس ونتلاقى معكم في فيديوهات مقبله بسلامه عليكم